بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين، هكذا وعلى بركة من الله وتوفيقه تتواصل الانطلاقات وتتواصل الأشواط في هذا المساء الجميل، حيث نتابع هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا الرابع عشر المخصص لسن القعدان، اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. أتقدم بداية مع أول الأسماء، أول المراكز وأول المتقدمين، أول المنطلقين في هذه الانطلاقة. أبدأ مع أول المراكز مع متعب ودغش بن عرمان، أسهلي من يقدم لنا متعب، ولكن اللي غير مبلش وعياد بن سالم بن عويض العتيبي يغير على المركز الأول ويحتل الصدارة ويعلن بالسيطرة من بداية هذه الانطلاقة. يا سلام، عياد بن سالم بن عويض العتيبي من يقدم لنا مبلش على أول الأسماء. المركز الثاني أتابع الوصول مع متعب ودغش بن عرمان، أسهلي من يقدم لنا متعب على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث أجد الوصول، أجد الانطلاق هنا مع بندر بن محمد الدهاس العتيبي يدفع لنا بفلاح على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع لأتابع الوصول، لأتابع التقدم والانطلاق هنا مع شعارك يا بن زيتون شاهين ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا متعب على رابع الأسماء. الدخول والانطلاق من هذا الاسم الذي ينضم نمر بن فلاح بن نوار المقاطل العتيبي يقدم لنا المتحد. وصل المتحد، وصل واتحد المتحد مع بن نوار. يا بن نوار يتقدم بن نوار ويغير من المركز الخامس إلى ثالث الأسماء. أرى الشعارات، أرى هنا شعارات كبيرة، أرى الأقطاب الكبرى، أرى هنا النجوم العمالقة، ولكن نداؤنا للخمس المراكز الأولى، عودتنا وين؟ عودتنا إلى هذا الشعار، إلى مبلش هذا الاسم الذي أبلش الجميع منذ الانطلاقة. مبلش يا عياد، يا بن سالم روح، يا بن سالم روح. عياد بن سالم بن عويض العتيبي من يقدم لنا مبلش على المركز الأول، ولكن وصل الواصلون ووصل هنا أهل الطلايب يتقدمون. خالد بن حمدان بن حامد العراد البلوي يقدم لنا الكايد، الكايد يغير على المركز الأول. المركز الثاني وصل هنا بن نوار، وصل نمر من يقدم لنا المتحد، المتحد ونمر بن فلاح بن نوار المقاطل العتيبي يقدم لنا هنا المتحد على المركز الثاني. المركز الثالث مرحبا يا باللايق، مرحبا مرحبا بأبناء المحنة، مرحبا مبارك باللايق بن حمود الشمري من يتقدم ويقدم لنا متعب. الله. المركز الرابع أجد الوصول، أجد الانطلاق هنا مع المركز الرابع، أجد الانطلاق والتدخل هنا لحظات ونتعرف على رابع الأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام، اللي على رابع المراكز يتقدم على رابع الأسماء. يا سلام يا سلام، الله 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 الله. مشعل بن حسن بن عبد الله زيد الشريف يتقدم مع الفايز، ولكن اللي غير، اللي غير يدعي كان يا بن جابر يا بن راشد يا المري.
يقدم لنا جبار يتسلل إلى المركز الثاني. ولكن العودة وين؟ العودة إلى الكايد على المركز الأول، جبار على المركز الثاني، المتحد على المركز الثالث، المركز الرابع. أجد هنا الفايز وأيضا الوصول، وصل الواصلون وانطلق شاهين على المركز الخامس. ولكن روح يلي تب النوماز، روح يلي تب الانتصارات، روح يلي تب الفوز، روح يلي تب التاريخ، روح يا من تريد أن تكون حديث الناس أجمع اللحظات الأخيرة. أدعي كان تحرك، فتحركت معه الجماهير مع جبار. ولكن يا اللحظات الأخيرة ولعت في هذه اللحظات، ولعت في شوط عصرية، وانطلق القعدان اللقاية وجها لوجه. يا سلام يا سلام يا سلام، الكايد في المكان المرموق، في المكان الصحيح. راح العرادي، راح خالد بن حمدان بن حامد العرادي البلوي. سلام يا الكايد سلام بهذا العرض الكبير، بهذه الأمجاد، بصيحات الجماهير. راح الكايد سلام يا بن حمدان، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني كان الوصول مع الفايز ومشعل بن حسن آل زيد الشريف. المركز الثالث وصل على ثالث الأسماء شاهين وسعد بن مشرع بن زامل. ألبكم المركز الرابع، وصل إذن تهانينا وألف مبروك لخالد بن حمدان بن حامد العرادي البلوي على فوز الكايد، قاطعا مسافة 4 كيلومترات بزمن وقدرة 6:36.9 من الثواني، بينما حل على المركز الثاني. يا مخرجنا العزيز اللي على ثاني المراكز وصل على ثاني الأسماء، الفايز ومشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6:39.5 من الثواني. رابع ثالثا كان الوصول مع شاهين وسعد بن مشرع بن زامل البقمي، قاطعا مسافة 4 كيلومترات بزمن وقدرة 6:40.30 وجزءا وحيد من الثواني. رابعا حل السكب المملوك لسلمان بن مسعود العدواني. إذن تهانينا وألف مبروك لمالكي الكايد خالد بن حمدان بن حامد العرادي البلوي. تهانينا أيضا لجميع الفائزين في هذا المساء. من خلفي فيه